القصبية أو القلقاس من الخضر العالية أو عالية القيمة، قيمة الغذائية، حيث تعتبر من أهم المصادر لسكر الإينولين الذي يصنف مع الألياف الغذائية المتخمرة وبعض المكونات الأخرى، ومنها الأملاح المعدنية مثل المنغنيز وبكتيريا البيفيدوس، وتعتبر من العوامل البيولوجية التي تحفظ الجسم من كثير من الاضطرابات الفيزيولوجية على مستوى أو في مستوى الدم. وتحتوي البطاطا القصبية على البوتاسيوم وفيتامين سي مع نسبة عالية من الألياف الغذائية، فالبطاطا القصبية تكون من أحسن الأغذية للمصابين بارتفاع الضغط والسكري. ونظرا لأهمية العناصر الغذائية التي تحتوي عليها البطاطا القصبية، فهي تدخل ضمن الأغذية التي تعيد توازن الجسم وتساعد على ضبط السكر وخفض الضغط الدموي وتنظيف القولون وتنشيط الجهاز الهضمي. والبطاطا القصبية تدخل أيضا في تغذية المصابين بارتفاع الكوليسترول والإمساك وفقر الدم وآلام المفاصل وتسوس الأسنان، وتستهلك كعصير طازج أو كشربة أو كخضرة. إذا لن أطيل عليكم، كل هذه الخصائص سوف نناقشها رفقة الدكتور محمد الفيد بإذن الله. مستمعي الكرام، للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية 0537-66-1726 أو 0537-68-51-00، أو عبر البريد العادي للبرنامج، برنامج نخل رمان، إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، 1 زنقة البريهي، الرباط، أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج نخل رمان @snrt.ma. دكتور محمد الفيد، هل فعلا البطاطا القصبية لها كل هذه الخصائص القيمة الغذائية رغم أن شكلها لا يوحي بذلك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأشياء ما شاء الله التي خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكوكب الأرضي، الكوكب الأخضر. نعم. وأن حتى ولو تكلمنا سنين وسنين لا يمكن أن نحصي هذه الأشياء، كما يقول سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان. أكيد. لا يمكن، لا الإنسان لظلوم كفار. نعم. ثم هناك والله سبحانه وتعالى يضعنا أمام أنفسنا: وآتاكم من كل ما سألتموه، وآتاكم من كل ما سألتموه إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيوة. إن الإنسان لظلوم كفار. حتى الأشياء التي لم نسأل الله سبحانه وتعالى أنعم بها علينا، فلا يمكن للإنسان أن يحيط علم بهذه الأشياء. ثم هذا من جهة، من جهة أخرى أن بلدان المغرب العربي والمغرب على الخصوص أنه من البلدان التي يجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، خصوصا أن الآن إعلام الفضائي والإعلام المرئي، أصبح المغاربة الآن يرون في الفضائيات ما يقع في العالم من مجاعة ومن خصاص بعض المكونات وأشياء، ويرون هذه اللائحة الطويلة التي خلق الله سبحانه وتعالى في هذا البلد. فنبات القلقاس باللغة العربية، رغم أن القلقاس ليست كلمة إنما هي في القاموس المصري فقط، أما التسمية المغربية هي أحسن، البطاطا القصبية. لماذا؟ لأن هي تشبه جذور القصب، ولذلك سموها بالبطاطا القصبية، وهي خضرة خريفية بامتياز، لأنها الآن شهر 9 و10 وتبقى حتى شهر 11، وممكن الناس يخزنوها في 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 المجمد. في المجمد، نعم، وتبقى شهرين 3 أشهر أخرى، ما كاين مشكل. جيد. ثم أن نلاحظ على أن مع الأسف الشديد أن المنتوجات الزراعية التي توجد في البلدان المصنعة، صنعوا منها أشياء وغزوا بها العالم، أن الأشياء التي لا تنبت عندهم لا يتكلمون عنها أبداً. لا يمكن أن يتكلم الفرنسيون أو الألمان عن البطاطا القصبية، لا يمكن، لأنها لا توجد في أوروبا، لأنها هي لا تتطلب ماء كثير، ويعني من النباتات المتوسطية، اعتدال من المناخ المعتدل، ثم كذلك حرارة، حرارة معتدلة، وهي الشروط التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا البلد. حتى خطوط الطول وخطوط العرض، لما نرى هذه المنطقة نجدها أنها من أحسن المناطق التي خلق الله سبحانه وتعالى على الكون.
فيما يخص التركيب الكيماوي لبطاطا القصبية، لكن لاحظوا النساء أنهم لا يحبون هذا النبات لأن شكله متجعد وأشياء، وأن الله سبحانه وتعالى كل الأشياء القوية جعلها صعبة المنال. نلاحظ على أن مثلا تين الشوكي الهندية أحاطها بأشواك، وهي رقم واحد في الفواكه التي خلق الله، رقم واحد متبوعة بالرمان. ثم نلاحظ على أن كذلك بعض المنتوجات الأخرى جعل فيها مذاق مر مثل الزيتون، أن القلقاس جعل له شكل هكذا في براعم، شكل متبرعم، شكل غير محبب، نعم، وليس يعني شكل يعني سهل فيما يخص التقشير أو لما النساء يبغيو يحضروا ولا شيء. ولكن كنظن أنهم إلى زولوا هذوك البراعم الصغيرة، خليوا البراعم الكبيرة وتغسل جيد، تنغسل، تنقع في الماء أولا، لأنك يكون فيها التراب، تكون شادة التراب وذلك شيء، يعني وتغسل بالماء والخل. من الأحسن بالماء والخل، لأن بعض النصائح يعني كما أقولها العمياء التي يعني تقول الغسل بماء جفيل، ولا يعني هذا خطر، هذا خطر. من ينصح بماء جفيل فيجب أن يكف لسانه عن الناس، لا 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 لا, لا يمكن. لماذا؟ لأن ماء جفيل ممكن أن ننظف بأواني والأرض في المنزل والمرافق الصحية في المنزل، نعم، ولكن يجب أن لا، حتى الأواني التي تغسل بماء جفيل يجب أن تغسل جيدا، نعم، يجب أن تغسل بماء 5 أو 6 مرات لكي لا يبقى فيها أثر جفيل. لأن دكتور حتى أنا سمعت يعني هذه من حتى أنا من ضمن الجمهور سمعت نصيحة أن يمكن أن ننقع يعني الماء وقليل قطرات الجافيل مع الخس. نعم، هذا خطر، هذا خطر، ومن ينصح بهذا فليتقي الله سبحانه وتعالى. هذا ليس علم، هذا خطر، وهذه الأشياء التي يجب أن نصححها في هذا المنبر، لأن كما أقول دائما فهذا المنبر لا يحتمل خطأ ولا يحتمل تضليل، ونحن لا نريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فماء جافيل ربما تكون هو الهيبوكلورايت، يعني الصوديوم، ونعلم جيد أن باش يبقى هذاك يعني الحالة التأكسدية ديالو باش من الكلور ما يمشيش، لأنه هو غير ثابت انستابل، فكي ربما تضاف إليه بعض المؤكسدات القوية مثل الكرومات أو البيكرومات، وهنا يصبح أشياء خطيرة لهذه يجهلها المسلمين. نحن باحثين ولا يمكن أن نتكلم بما سمعت أو قال، نحن باحثون ونتكلم ببحث يعني العلم على أمواج الإذاعة. أنا من في جمعية حماية المستهلك كنا متشددين مع إضافة جافيل في الماء، فهناك من ينصح بإضافة ملعقة جافيل في الماء في بالنسبة للبوادي، ونحن في جمعية حماية المستهلك نحن يعني ننصح بعدم إضافة جافيل للماء، لأن هناك عندنا مشكل ديال الكلية الآن، الناس ولاو كيصفيو، وباش من عليا كيف ما كان الحال ولو أننا خرجنا، ولكن كل المعلومات هي غاية من البرنامج أننا نعطي أكبر عدد من المعلومات. وبالمناسبة نصحح هذه النصائح الخاطئة، يجب على الناس ألا يغسلوا الفواكه والخضر بماء جافيل، وأقولها 3 مرات، هذا هلاك وهذا ليس علم وهذا ضلال. من الأحسن الخل، وأنا أقول دائما نحن مستعدون، أنا أقول بأن جافيل هو أخطر ما يكون، ومن الأشياء التي الآن أصبحت تسبب قرحة المعدة الهيليكوباكتير بيلوري هي ماء جافيل، والاستعمال ماء جافيل، وحتى منظفات الأسنان إذا وصلت إلى المعدة ما خصناش يبلعوها، إذا ابتلعت ووصلت إلى المعدة فهي تشجع بكتيريا الهيليكوباكتير بيلوري. يعني نحن نتكلم بعلم، يعني ما لا لا ليس لدينا أي خلفية إن شاء الله. فيجب أن يعني إذا سمع الناس أن يبلغوا من لم يسمع، يعني أن لا يضعوا جافيل مع كل الأشياء التي يأكل فيها الناس والتي يأكلها، يعني حتى الأواني يجب أن لا تغسل، فقط منظف للأرض وللمرافق، المراحيض، بحال الأشياء، بحال الحمام، نعم، تنظف، ولا حتى بعض الملابس اللي بغاو النساء يضيفوا لها جافيل، وإلا ضافوا جافيل الملابس خاصة تشل، خاصة تغسل من وراء جافيل يعني بكثرة. لاحظوا على أن الجل أشياء الحساسية الجلدية الآن، أن النساء ما كيرانسيوش ما كيشلوش مزيان، حتى الآلات التصبين، حتى آلات التصبين الآن ربما النساء ياخذوا دوك الثياب الداخلية ويعاودوا يغسلوهم بالماء مزيان باش ما يبقاش فيهم أثار هذوك الآلات، مساحيق التصبين وما إلى ذلك. نعود للقلقاس، ممكن يديروا شوية خل، لماذا؟ لأن الخل هو ليس خطر، حمض الأسيتيك ليس خطر على الجسم، ثم أن ما كيديروش واحد التركيز كتير، كيديروا واحد 2% ولا 5%، يعني ملعقة خل مع نص لتر ماء، ثم بعد ما تغسل هذه البطاطا القصبية كيوضعوها 5 دقائق في هذا، فهذا الماء بالخل، ثم إن شاء الله يطيبوها ولا شيء. إذا كان هذا القلقاس يتناول طازج، إلا بغاو الناس ياخذوه طازج، وأحسن يتخذ طازج، من الأحسن يتقشر، يحيدوا القشرة كلها ويحيدوا البراعم.
باش ما يبقاش اثر طين وهذا تراب ولا اثر ميكروبات. ثم تطحن تطحن مع ماء ليس مع حليب، تطحن مع ماء، وممكن يضيفوا لها نباتات اخرى، يضيفوا خيار، يضيفوا مثلا هذا البنجر الباربا، يضيفوا اي حاجه اللي بغاو يزيدوا معها شيء. وهي غادي نتكلموا على الاشياء اللي قويه فيها هذه النبات القلقاس او البطاطا القصبيه، اشياء قويه هي من الكوليسترول السكري، ارتفاع الضغط السكري كوليسترول، هالثلاثه هذو يعني البطاطا القصبيه يعني ما شاء الله يعني كتحد منهم بواحد الشكل يعني ملحوظ جدا. البطاطا القصبيه هذا النبات، البطاطا القصبيه او خضره البطاطا القصبيه تحتوي على سكر الانيولين بكميه هائله، يعني اكثر من البطاطا الحلوه اللي تكلمنا عليها. وسكر الانيولين هو تماثل، يعني هو جزيئه تتركب من سكر الفريكتوز، والسكر الفريكتوز كما قلنا انه لا يحتاج انسولين، لأن الأنسولين يحتاجها الجسم للسكريات الأخرى مثل الجلوكوز أو بعض السكريات التي يعني تستقلب إلى جلوكوز. فهذا القلقاس، نبات القلقاس، البطاطا القصبية كانت تعطى قبل اكتشاف الأنسولين، كانت تعطى على شكل عصير طازج، يعني كأس كبير، كوب كبير في الصباح وكوب كبير في المساء، طازجة مطحونة طازجة، كانت تعطى لاصحاب السكري. يعني هذه ابحاث يعني اجريناها هكذا يعني عن استعمالات والاصل ديال هذا النبات، ونلاحظ على ان هناك ناس كيمشيو للشبكه العنكبوتيه ويقرؤون في بعض الكتب، ان لم اجد الى حد الان لم اجد اي نبات اصله عربي ولا بلدان المغرب العربي. لماذا؟ لان ليس هناك تدوين، وان امريكا اللاتينيه وان الهند وان اليونان وان الصين وداك الشيء كيدونوا. فملي كنمشيو طبعا للبيبليوغرافيا، ملي كنمشيو مثلا المراجع، كان اي واحد يعني يرتكز على اي حاجه القاها حتى ولو كانت خاطئه. وانا اقول نبات القلقاس ليس اصله امريكا اللاتينيه، البطاطا الحلوه ليس اصلها امريكا اللاتينيه، اللفت الاصفر ليس اصله امريكا اللاتينيه، التين الشوكي ليس اصله امريكا اللاتينيه. الناس حيت كيلقاو حاجه مكتوبه مدونه صافي كياخذوها الاصل، بحال في القانون، قانون اما كيرجعوا لنابوليون اما كيرجعوا القانون اليوناني، اما كيرجعوا لشي حاجه، علاش؟ لان خاصو مرشي يرتكز عليه، اما باش يرجع للشريعه ولا باش يرجع للاشياء اللي كانت في الخلافه الاسلاميه لا، غادي يقول لك هذه ما عارفينهاش، انا خصني ناخذ واحد المرتكز ديالهم. فهذه اشياء خاطئه، لان المشكل اللي عند العرب انهم دونوا في واحد الفتره، سرقت الكتب مشات، يعني خصوص فتره الاستعمار، يعني من التتار يعني الكتب العرب كلها مشات، لا الفلك ولا الطب ولا الزراعه ولا البيطره ولا كل شيء يعني تسرق، فما عودوش دونوا، يعني خصوص الان فتره ما بعد الاستعمار ما كيبانش لنا تدوين، كاين تدوين غير في الاداب وفي الاشياء الفارغه، ما كاينش تدوين يعني للاشياء التي تنفع الامه، الاشياء اللي خاصه تبقى. فهذا النبات هو اصله كل الكره الارضيه، كل المناخ المعتدل هو اصل هذه، كل التربه بحال المغرب العربي، دول المغرب العربي تقريبا، ماشي غير دول المغرب العربي، يعني من سوريا فلسطين الاردن والمغرب العربي، هذه بلدان فيها ماء وفيها نفس الطقس تقريبا، وهذه هي الاصل ديال الخلائق ديال الله سبحانه وتعالى، بما في ذلك النبات والحشرات والحيوانات وكلهم هذه المنطقه هذه. فمنطقه تشبهها في المناخ كذلك وفي التربه هي امريكا اللاتينيه. لماذا؟ لانها تشبه هذه البلدان ديالنا، يعني تشبه. ف لذلك ان التدوين الان بخصوص يعني هذيك الحضاره الاسبانيه اللي مشات لامريكا اللاتينيه، كان هناك تدوين كبير، وهذا التدوين مشى من اسبانيا، لان اسبانيا التدوين هذا دخلوا المسلمين يعني لما فتحوا الاندلس. فكاين اشياء اصليه هي عربيه اسلاميه اصليه، ولكن الان اصبحت امريكيه لاتينيه او اشياء هكذا. ما شاء الله، خاص غير الباحثين ديالنا ديال هذه الدول العربيه شويه ينتبهوا لهذه المساله هذه، لان يعني هذه العلامه دي ماشي ما عمره عاش ولا ما عمره كان ولا هو، اكبر الحضارات هي كانت في هذه المنطقة هذه. هذا هو اللي الناس خصهم يعرفوا هذه المسائل، ولذلك أنا الآن في المراجع ديالي لا أرتكز على هذه الأشياء، إنما أرتكز على أشياء ديالي أنا، يعني اللي ربما تكون هي أول مراجع اللي غادي نعاد باحثين ياخذوا عليها ولا شيء. نبات القلقاس كاين في المغرب على كاين واحد الشكل شويه يميل الى الحمراء، وكاين واحد الشكل صفر، هو اللون ديالو ابيض اصفر هكا هكذا، اصفر خفيف، كان لون التبن هذا، هو موجوده في كل نواحي المغرب، يعني كاينه في السايس، كاينه في ملويه، كاينه في هذا في العروي جيت الناظور، كاينه في الشمال، كاين بني عروس، كاينه في الغرب، كاينه في هي المنطقة
منطقة العوامرة، المنطقة الغرب والمنطقة هذه كل هي منطقة الخضر بامتياز. كاينة في دكالة، كاينة في جيت الشتوكة لحد السوالم، كاينة في قصب التادلة، كاينة في الشاوية، كاينة في يعني في جميع المناطق. كاينة في سوس ماسة الآن، كاين هذه الزراعات الآن الكثيرة هي ديال السقوية هي في سوس ماسة، كاينة في تنسيف واحد مراكش، هذه كلها مناطق يوجد فيها نبات القلقاس وينبت في المغرب كله، يعني المملكة كلها ممكن يزرعوا القلقاس. السكر الإنيلين الدور ديال يعني قليل ما 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 يسمع عن سكر الإنيلين لأنه بحث حديث. سكر الإنيلين كيعطي الفريكتوز، وهذا السكر الإنيلين هي كيعتبر من الألياف الدائبة، لأن كاين ألياف التي لا تذوب بحال النخالة، وكاين ألياف دائبة اللي هي السيلولوز اللي كاينين في اللفت واللي كاينين في البطاطا الحلوة، البطاطا القصبية، البطاطا القصبية على رأس كل شيء، والقرعة الحمراء، يعني هذه تجي على رأسهم. فهذه الخضر اللي غنية بالإنيولين، هي لائحة ديال ست خضر غنية بالإنيولين، هي يعني تصلح لأصحاب السكري بدون أي تحفظ. ثم سبحان الله القلقاس يجمع بين الانيلين وما بين البوتاسيوم والفيتامين سي، الا لاحظنا. وكاين واحد العنصر كما تفضلتي في المقدمه، المونغانيز. هي ما فيهاش كاع الاملاح فيها، ولكن المونغانيز عنده تركيز عالي، يعني مستوى عالي. الانيلين والمونغانيز هو وسط غذائي لبكتيريا القولون، البكتيريا الصديقه. بكتيريا القولون كتاخذ، هو المونغانيز كيشجعها كيحفزها، ثم انها كتاخذ الوقود ديالها، يعني التغذيه ديالها كتغذى على سكر الفريكتوز، على سكر الانيلين. هذه البكتيريا كتنشط في الجسم، علاش؟ لان هي كتاخذ هذوك الحمضيات الدهنيه القصيره السلسله، منهم الهيدروكسيبيوتيرات، ومنهم الاسيتات، ومنهم هذه البروبيونات. فهذه الحمضيات القصيره خصوص الحمضيات ديال السي 2 والسي 4 الهيدروكسيبيوتيرات هو اللي يعتبر يعني قوي في الـ في الـ في هذا. هذه السكريات هي اللي تعتبر قويه جدا. لماذا؟ لان ياخذ الخلايا ديال الامعاء تاخذها كوقود مباشرة، هي اللي كتنشط خلايا القولون. ولذلك احنا كنسموها البكتيريا التعايشية. معنى البكتيريا السامبيوتيك، معنى البكتيريا التعايشية، هو انها تاخذ هذيك الاشياء من الامعاء، كتعطي الامعاء هذا الوقود، والامعاء كيوصلوا لها هذه المكونات، يعني تتعايش. لماذا سميناها البكتيريا الصديقة؟ فبدونها لا يكون جهاز هضمي مضبوط بدون هذه البكتيريا. ان الله سبحانه وتعالى خلقها تعيش في القولون، منهم البيفيدوس، بكتيريا البيفيدوس، وبكتيريا الحمض اللبني، هذه اللي كتنبت في حمض القولون، هي اللي كتخلي الجسم، هي اللي كتخلي الكوليسترول ينخفض، وهي اللي بالبوتاسيوم مع الاشياء اخرى كتخلي انك تشد الصفراء ديال المراره، هي اللي كتخلي كذلك الضغط ينخفض. وهي بهذ العاملين هذو بجوج، هذ العاملين انها كتخفف الدم، كيولي الدم جاري. ثم طبعا ما كيكونش امراض القلب والشرايين، علاش؟ لان لا يمكن، من المستحيل الناس اللي كياكلوا هذه الاشياء هذه، من المستحيل يكون عندهم الهوموسيستاين في الشرايين، لان الشرايين بشنو اللي كيسدها؟ المشكل ديال الهوموسيستاين، لان الكوليسترول ما كيمشيش ديريكت، الكوليسترول غير بحال قلنا واحد جزيئه شريره كتبقى تحفز هذوك الحوادث الخبيثه في الجسم فقط. اما والكوليسترول ما كيدير والو في الشرايين، اللي كيدير هو الهوموسيستين، كيحبس على الهوموسيستين باش ما تخرجش، كتبقى على شكل هوموسيستين، خاصها تولي سيستين باش تلاح، ما كتبقاش كتجمع تم هذا الهوموسيستين، كتحفر هذوك الشرايين من داخل. علاش؟ لان الكوليسترول كيشجعها، كيشدها، كيخليها تم، ما كيحيد لها الاكسجين، ما كتاكسدش. هنا فين كاين المشكل؟ هذا هو الحادث اللي كيخلي الشرايين تسد، هو الهوموسيستين. ثم كاين واحد العامل اخر اللي كيخلي ديك النسيج ديال الشرايين كيكون متمدد، الاستيك، كيتجبد شويه، هو الحمض النيتري. وهذا الحمض النيتري الا ما كانش، هذيك النسيج كيقصح، كيولي قاصح، ما كيبقاش يتمدد، معنى الضغط كيطلع، وما كيكونش واحد يعني دوره دمويه جيده. فهاد العوامل الانيلين مع المونغانيز سبحان الله، ثم البوتاسيوم مع الفيتامين سي اللي كاينين في هذا القلقاس، وفيه فلافونويدات كذلك، يعني فيه فلافونويدات، وفيه حتى فيتوستروجينات، واحد شويه ديال الفيتوستيرول. هذه كتخلي هذا نبات القلقاس كتخليه يستهلك في كل وقت، وكتخليه يستهلك طازج، ويستهلك يعني طازج مطحون، طازج مع الخضر، ويستهلك كذلك يعني في الطبيخ،
في طبيخ هكذا مع الخضر او مع الشوربه او على شكل هذا. ويعني الاشخاص اللي عندهم هذه الاعراض وما اكثرهم اللي عندهم سكري وارتفاع الضغط والكوليسترول والشحوم في الدم واللي عندهم انسدادات على مستوى الشرايين انهم النصائح ديالنا ما كتكونش ناقصه، نصائح كتكون كامله. أكيد. ونتمنى خلق كمال الله، ولكن نتمنى ان نكون ان شاء الله توصلنا الى ابلاغ هذه الاشياء للناس. لا يمكن الاشخاص ياكلوا اللحوم ويستهلكوا القلقاس ويقول لك انا ما هبطش الكوليسترول. يجب ان يتوقف عن مصادر الكوليسترول اولا. كل اللحوم اكرر ونزيد ناكد على الناس، لما اقول لحوم كل اللحوم يعني بدون ذلك الدجاج والديك الرومي والغنمي والبقري كل شيء، جميع اللحوم يتوقف والاجبان كذلك الاجبان الحليب لان فيه دسم. جميع المنتوجات الحيوانيه ثم يتناول ماشي غير القلقاس، القلقاس والخضر الاخرى هذه الخريفيه اللي تكلمنا عليها. نعم غادي ان شاء الله السكر ديالو يكون جيد وغادي ارتفاع الضغط يكون جيد وغادي الكوليسترول ينقص ان شاء الله في الجسم. ثم النساء كيتشكاو من البطاطا القصبة انها تتعمل لهم غازات. نعم ملي كيستهلكوها المره الاولى والثانيه نعم تعمل غازات. لماذا؟ لان هناك توازن. نعم لان هناك توازن في اعلى مستوى القولون. معنى هذا التوازن ان ما خصش يكونوا الخمائر ما خصهمش يكونوا اكثر من البكتيريا اللبنيه، من البكتيريا الصديقه. نعم فالملكة نعم هي دابا النساء عندهم خمائر اكثر لان عندهم غزل. ملي كياكلوا البطاطا هذه القصبيه كتبدا تعاود التوازن ديال القولون، يعني غادي يبداو في الغازات واحد مرتين لما ياكلوها مرتين وثلاثه واربعه. ثم من بعد البكتيريا اللبنيه غادا تولي اكثر من الخمائر وما يكونش عندهم مشكل، يعني بعد اسبوع يعني غادي يحسوا برسوم جيد. وانا اوصي النساء باش يكثروا من بطاطا القصبيه من هذه القلقاس وان يتوقفوا عن المقليات على الخصوص البيروكسيد، لان البيروكسيدات يعني ليتوقفوا عن الحلويات والمقليات يكثروا من هذه الخضر الخريفيه وعلى شكل طازج على شكل مطهي يعني وغادي يشوفوا خصوص على شكل شوربه وغادي يشوفوا بانفسهم بان الجسم ديالهم خفاف وبان اشياء كثيره. علاش؟ لان الكوليسترول كيتقل الجسم، المراه ما كتبقاش الحركات ديالها خفاف كتولي تقلق ما كتبقاش تركز يعني الكوليسترول يعني كيتقل الجسم كيخنق. اذا دكتور الا سمحتي غادي ناخذوا مكالمه فيه يعني الاولى في هذا اللقاء. الو السلام عليكم. السلام عليكم الاخت الكريمه. الاسم الكريم. لاباس، زهره من وجده. اهلا بك اخت زهره، تفضلي. وشكرا للاستاذ الجليل. بارك الله. عندي واحد الاسئله متعدده على هذه البطاطا القصبيه، حنا كنقولها اللفت المره باللهجه الوجديه. اللفت المره. المره باللهجه الوجديه وكنستعملوها خاصه في الطعام. نعم. لا. كنسمولها بكثره وبغيت نعرف غير المكونات ديالها والطريقه الصحيه اللي كنطبخوا بها. لا ماشي هي، انت ما كتكلميش على البطاطا القصبيه، كتكلمي على اللفت المحفوره، على اللفت الحاره البيضاء. المره. لا 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 احنا ما كنتكلموش على اللفت المره. عندنا احنا البطاطا القصبيه هذيك اللي على الشكل ديالها بحال جذور القصب. نعم اللي عندها فعلا احنا ما عندناش متواجده هنا. عندنا كاينه في وجده وكاينه في المنطقه ديال العرويه عندكم في سميتو. كاينه ولكن اسمح لي انايا المهم. لانكم ما كتستهلكوش وما كتسولوش عليها، حيت ما كتسولوش عليها. هذا هو المشكل، لان ملي ما كتسالوش على واحد الماده عند الخضار ما كيبقاش يجيبها. غادي ان شاء الله من اليوم غادي نمشي ان شاء الله. ان شاء الله وعندكم بالعكس هي في المنطقه ديال الناظور وديال العروي وحتى في المنطقه ديال التوريت والمنطقه ديال الكرسيف كاينه في المنطقه. موجوده. نعم هي خصوص هذو يعني المنطقة ديال العروية هي منطقة زراعية بامتياز، يعني بامتياز من بركان، منطقة ديال البركان جيت أحفير كاين هذه كلها مناطق فيها فلاحية وبطاطا الحلوة وفيها منطقة القرعيات، يعني أول منطقة في المغرب منتجة للقرعيات هي منطقة العروي ماشي دكولا. إذا خاصك تقلبي عليها. ضروري يا أستاذ غادي نقلب عليها ونرجع لك إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. إذا شكرا للمستمعة الكريمة. شكرا للمتابعة الكريمة من وجدة. نعم حيت المشكل ديال الاسامي انا لا ولكن هذه كانت يعني عندها خلط. نعم جيد. لا جيد نحن نوضح تنبه لانه اللفت المره ماشي هي عكس القلقاس. علاش؟ لان هي نفس المكونات اللفت المره عندها تيا لينيلين وعندها اشياء، ولكن اللفت المره كتكون حتى لشهر واحد اثنين ثلاثه واربعه وخمسه لان هي ربيعيه، خضره ربيعيه هذه هذه البطاطا القصبيه خضره خريفيه بامتياز، خضره خريفيه. وان سبحان الله ان الله خلق
الاوراق هاد الخضر كلها يعني تتخفض الكوليسترول. علاش؟ لان الناس كيكونوا في الصيف كياكلوا اللحم سمين وكيكونوا العراس وكيكون الضيافه وكيكونوا الناس خارجين عند حبابهم في العطله كيكثروا من اللحوم. والله سبحانه وتعالى فصل الخريف خلق فيه البطاطا الحلوه والبطاطا القصبيه والصفرجل والبلوط والرمان وهذه كلها خضار يعني تزيل الكوليسترول من الجسم سبحان الله تعالى. وهذا هو التوازن الحقيقي. لما نتكلم عن توازن نتكلم عن منتوجات موسميه فصليه ونتكلم عن ما يوجد في 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 هذا الوقت وفي هذه المنطقه وليس التوازن ان نتكلم على خمس خضر وست فواكه. هذا ليس توازن، هذا يعني هذا كلام عفى عنه الظاهر. مابقاش دكتور يعني تسوس الاسنان واش عنده علاقه بالبطاطا؟ لا، تسوس الاسنان عنده علاقه بالسكريات، وبطاطا القصبيه هي من الاشياء يعني اللي نعم ما عندهاش السكر. لا لماذا؟ لان ليس هناك علاقه على الاقل في البحث العلمي، مازال ما عندناش شي حاجه عليها، ولكن غير استنتاج لان البكتيريا اللبنيه هي اللي كتسوس الاسنان. وحنا عملنا سنه كامله باش نعزلوا هذه البكتيريا من الاسنان. كنا كناخذوا الاسنان من عند هذوك اطباء الاسنان يعني عينه ديال هذوك الاسنان باش نعزلوا منهم بور ليزولمون، باش نعزلوا منهم هذيك البكتيريا وهي بكتيريا صعبه في المختبر، صعبه باش يعني باش تكون الوسط ديالها اللي كتنبت فيه هو وسط معقد جدا. ومع ذلك مشينا حتى تنعزلوا هذه البكتيريا اللبنيه. هي بكتيريا لبنيه يعني يعني تنتمي الى المجموعه اللبنيه. معنى بكتيريا لبنيه، بكتيريا لبنيه انها تتنتج حمض لاكتيك من السكريات. لما نقول حمض نقول هذيك يعني الاسنان غادا تسوس، لان الاسنان تتسوس بهذوك الحمضيات. فهاد البكتيريا سبحان الله ملي يعني كتبقى في ديك الاشياء اللي كتجمع بين الاسنان، وربما تدخل حتى في السن، حتى في السن تدخل في السن الداخل في الضرس ولا في السن وتبقى تما، لان كيكون واحد الثقب صغيره ما كتبانش يعني علي طبيب الاسنان كيشوفها بالمكبره، كيطلع الاسنان بعض المرات بالمكبره باش يشوف ديك الحاله ديال السن كيفاش عامله، واش مثقبه واش شي. وهذه مع الاسف الشديد ان هذه البكتيريا كتاكل فريكتوز. أنا من الاشياء اللي كتحفزها هو الفريكتوز، ولذلك الناس الى شلوا غير الفم ديالهم بالماء، غسلوا غير الفم ديالهم بالماء قبل ما يناموا. كنظن ما نظنش يكون مشكل، ولكن كيبقى تسوس الاسنان كيبقى مرتبط بالسكري. دكتور نقطعك، بالنسبه لزراعه هذا يعني البطاطا القصبيه، يعني واش الفلاح كيضيف لها يعني لا ادويه او مبيدات؟ نعم، وهذه هي الاشياء. واحد الوقيته انا كنت شويه غضبت نعم واغضب لما اتعصب لبلادي ولوطني. لماذا؟ لان كنشوف ان الاشياء التي لا تتطلب من الفلاح اي شيء انها اشياء قويه لا يمكن لاوروبا ان تنتجها، تدخل حتى في الاستراتيجيه. ثالثا انها اشياء طبيه صحيه. هذه بعوض ما هذه الامتيازات تكون المغرب استعملها يولي قوي في الانتاج. اننا كنمشيو للزراعات التي دخلت للمغرب عبر ما يريده الغرب مثل البطاطا الروميه مثلا. وحنا كنلاحظوا كل البذور الان كمشيتي تلفح حتى الفلفله الشكل ديالها تبدل، ولات الفلفله صفراء، الفلفله خضراء، الفلفله حمراء، ولات قصيره، ولات مكركبه، ولات هذيك ماشي الفلفله المغرب ابدا. الفلفله المغرب كانت طويله وجيده وكانت بلديه هي وكانت اصغر من هذا الحجم اللي بقى. فالدنجال ما كانش هكاك، باقي واحد النوع ديال الدنجال في الشمال، دنجال صغير وبري، هذاك احسن، هذاك احسن من الدجال الكبير للبذور ديالو مستوردين، يعني البذور كلها كتدخل من برا. وحتى المطيشه كانت بلديه، كان عندنا انواع ديال الطماطم في المغرب بلديه كانوا هائلين، كل شيء الناس ممكن يزرعوا حتى في البحير ديالهم، لا تتطلب لا كربامات ولا برومير دو ميتيل ولا اي شيء. هذه فهاد البطاطا القصبيه من الزراعات اللي ما كتطلبش اشياء كبيره وتقنيات بسيطه جدا، لان هي تزرع فقط تعطيها الماء، التربة ديالها تكون جيدة طبعا وتعطى ماء. لحد الآن الفلاحة اللي كيديروا البطاطا الحلوة، ولو أن بعض المرشدين تيقول لهم خصكم ديروا، ما خصهمش يديروا مبيدات. لماذا؟ لأن هما كيخافوا غير من ديك الديدان اللي تحفر هذه المسائل هذه. فبطاطا القصبية ما كتقربش لا الدودة ولا بطاطا الحلوة، قليل كاين قليل. علاش؟ لأن حتى التربة الآن الفلاحة اللي كيزرعوا فيها بعض الأنواع الأخرى ديال الخضر، كاين أنواع ديال الخضر اللي كتدخل معاها جراثيم طبعا، لان البذور مستورده ما خص بعدها على الاقل يكون واحد المراقبه. هذيك الجراثيم كتبقى في التربه، لن يقدر احد على قتلها ولا ازالتها من التربه. هذا هو الذي هي المصيبه. ولذلك حتى في المغرب الان عندنا امراض مثلا ديال الفولف
في مناطق كلها المرض الفول دابا ولا عندنا واحد المرض ديال الفول اللي الفلاحه صافي بقاو يعني المردود ديال المولات سافر عندنا في الشاويه في ولاد سعيد حتى في المذاكره هذه يعني الفول ضربوا واحد المرض الوتد واحد العشبه جات وهذه جات برا وجات من برا وربما تكون داخله حتى مع السماد. نعم لماذا كتدخل مع السماد؟ علاش ما تدخلش مع السماد؟ لان السماد كيتصنع برا علاش ما تدخلش معاه؟ فهاد الاشياء الان اللي خصنا نردوا ليها البال لاننا احنا الان في عصر شتي العالم كيداير يعني كل دوله كتحاول تشوف القوه ديالها فين وكانت واحد الحرب زراعيه ما بين اسبانيا وفرنسا. نعم على الحدود ديال اسبانيا مع فرنسا كان ديما كيسلطوا امراض على العنب باش علاش؟ لان الاسبانيين كينافسوا الفرنسيين في العنب وهذاك الشيء وكاينه ماشي فهنا هذه المسائل هذه خصنا نتنبهوا لها، خص المنتوجات ديالنا تبقى نقيه، وخصنا نكونوا حذرين جدا من البذور، حذرين. دكتور علاش مثلا حنا واش ما عندناش البذور؟ علاش عندنا البذور؟ عندنا البذور ولكن الفلاحه ديالنا هذيك كثره كاين اراء ماشي اراء اغراءات او الدعايه اغراءات كيجيو عند الفلاح تيقولوا لي شوف القطار ديالك ديال البطيخ كيعطيك يلاه جوج طن، عندنا واحد البذور كيعطيك 100 طن. الفلاح ملي كيسمع الطوناج يعني فلوس، طبعا كيمشي. بحال دابا بعض الانواع ديال الزيتون اللي دخلت قالوا لي متاع تعطي 40% ولكن من دابا 10 سنين هذاك الزيتون راه غنقلعوه هذيك الارض راه غادي يمشي صافي ولا حتى الانواع الاخرى ربما تمشي. فعندنا انواع بلديه كاين انواع ديال سوس ماسا كاين انواع ديال تنسيف ديال مراكش ديال المناره كاين انواع ديال الشمال ديال مكناس زيتون ديال مكناس كاين غرس ديال قرسيف حتى هو جيد كاين غرس ديال الشيادمه الزيتون ديال الشيادمه عندنا غرس بلدي جيد كيتلقموه الفلاحه بالجبوج ما عندنا حتى مشكل من هذيك الناحيه. فهذا اقوى اظن ان هذا اقوى تكون عندنا شجره تنقص لنا في الانتاج ب 20 وما نديروش لها ادويه رابحين. فهنا هذا نبات القلقاس يعني هذه البطاطا القصبيه من المزروعات السهله غير الفلاحه ما كتمشاش لهم بعض المرات في السوق فاحنا كنحاولوا ما امكن. ولكن رغم ذلك راه غاليه دكتور. غالية حيت قليلة ولكن ممكن ترخص إلى الناس دابا طلبوها ممكن الفلاحة يعاودوا دابا البطاطا الحلوة بداو كيديروها الفلاحة يعني الإنتاج ديال البطاطا الحلوة تقريبا زاد ثلاثة أضعاف عندنا حنا أنا كنشوف غير الفلاحة اللي حنايا الثمن ديالها ما كينزلش على 5 دراهم يعني البوتيراج سهلة كيقطعوا طروفة ديال البطاطا الحلوة يغرسوهم دابا ولات القطرة ولات الزراعة مزيان علاش ما نخدموش القطرة خدموها علاش ماشي مشكل مزيانة. فهاد القرعيات عندنا القرعة الحرشة ديال شهر 3 وشهر 4 القرعة الحرشة والقرعة السلاوية والبطاطا القصبية والبطاطا الحلوة والخرشوف واللفت المحفورة واللفت الصفراء وهذو هذه منتوجات لا تتطلب منا أي شيء وهذه هي المنتوجات القوية ديالنا ومنتوجات جيدة وصحية وذهبية ونقدروا عليها وإن شاء الله تخلينا نتفاداو حتى الآن المغرب واحد الوقيتة ولينا كنستوردوا بطاطا مقطعة اللي في فعلا بطاطا مقطعة ومجمدة نعم علاش؟ لأن طبعا لأن كاين سوق لأن كاين سوق وما تقدرش المستهلك تحيد لي حريته هو باغي يفري يعطي لي فري ما تقدرش تقول لي لا نعم هي حرية طبعا نحترم حرية المستهلك ولكن من جهة أخرى خي خص تأطير ولذلك حتى الجمعية ديالنا احنا ما سميتها جمعية حماية المستهلك سميتها جمعية حماية وتوجيه المستهلك نحن نوجه المستهلك إلى المنتوجات الوطنية وحتى الفلاح راه مستهلك لأن الفلاح الان كان كينتج المنتوجات ديالو كانت عنده البحيره دابا الفلاح ولا كيجي للسوق يشري الخضر فعلا نعم وهذا خطير جدا لان لو كانوا الفلاحه كل فلاح ينتج ليه ولا عشرة عشرات المغاربه لكن يعني هذا يعني التوزيع غير حول المناطق حول المدن مثلا اللي كنسميهم لي كيلتور اوربان غير هذيك حول المدن ممكن يكون مشروع هائل باش يكون عندنا اكتفاء ذاتي من الخضر على الاقل وهذه البطاطا القصبيه حتى الناس اللي ما قاريش الزراعه البطاطا القصبيه هي اسهل ما يكون أسهل في الزراعه وحتى العيالات يزرعوها وعندها يعني منتوج عندها مردود جيده هي صحيه ونبات صحي بامتياز. اذا دكتور لو سمحتي غادي ناخذوا مكالمه انا كنهضروا على الاكل واللي ان شاء الله ماشي مشكله اذا غادي ناخذوا مكالمه على الخط نحررها. الو السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم. معك نوال من القصر الكبير. اهلا نوال واهلا مدينه القصر الكبير تفضلي. كنشكركم اولا على هذا البرنامج الشيق والمفيد وكنشكر الدكتور سعيد وكل القيم على هذا البرنامج. الله يبارك فيك شكرا تفضلي لنا. عندي واحد السؤال كيتعلق بهذه البطاطا القصبية. نعم. حنايا في الشمال بعدا كنقولوا لا قرنبو كنقولوا لا شي بطاطا قصبية. نعم. وهذا السؤال ديالي هو ملي كناكلها بطاطا قصبية كتعجبني ولكن كتعمل لي غاز واش هي واش هي كتحتوي على واحد الكميه كبيره ديال لي غاز ولا
ولا ما نعرف ما عرفتش زعما واش يمكن ناكلها كنحس براسي كل شيء كتنفخ. جيد هذا ايجابي شيء ايجابي بالعكس هذا شيء ايجابي لان 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 كيكون عندك المعي الغليظ مريض لان كثره المنتوجات الصناعيه واللي كتاكل البطاطا القصبيه طبعا هي كتبغي تعاود التوازن ديال القولون فغتحسي بها تنفختي المره الاولى والثانيه والثالثه ولكن لبقيتي تستهلكيها واحد الاسبوع ولا اسبوعين غادي ترجعي هذا غير ما عليا ما خصهاش تخلط مع مواد صناعيه دابا الى حلويات نعم الى خص الناس يعرفوا هذه المسائل هذه بان الاشياء اللي كدير الغاز البطاطا القصبيه ما فيهاش الغاز ابدا فيها السكر اللي كيغذي البكتيريا ديال القولون يمكن هي حيت قويه والقولون مريض راه نعم لان حتى هذوك الخمائر ديال القولون الخميره اللي كاينه في القولون هي بحال الخميره اللي كتخمر الخبز الكونديدا ولا حين جميع الخمائر كيخمروا جميع الخمائر كيعطيو غاز ثاني اكسيد الكربون مع الكحول فهاد هاد الخمائر هذه هي كتستعمل نفس السكر هذا هذا الفريكتوز وهذا هو المشكل يعني خص الناس اولا يرجعوا لواحد النظام طبيعي على الاقل 90% حيدوا الحلويات والمقليات ثم ياكلوا يستهلكوا هذا الخضر يكثروا منها وغادي يشوفوا بان الجهاز الهضمي ديالهم يعاود يتضبط يعني وهي كاينه في الشمال هي كاينه في الشمال كاينه في الشمال بكثره دابا كتشوف بان النساء دائما كيقول لك بان كنخافوا ناكلوها على ود الغاز يعني ماشي كيهرب منها بالعكس خصهم ياكلوها وخا تعمل لهم الغاز المره الاولى والثانيه ماشي مشكل من بعد اسبوع ما كانش مشكل يعني تجربه البطاطا الحلوه البطاطا القصبيه ما بقاوش كيديروا لهم الغاز وبالعكس وعاد الجهاز الهضمي تولي مزيان وهي من الاشياء هذه البطاطا القصبيه من الخضر التي يعني تحد من الانيميا نعم هشاشه العظام والانيميا لماذا؟ لان ملي كاين البكتيريا اللبنيه كتنشط القولون كيولي الامتصاص ديال الحديد والكالسيوم جيد ومن الخضر التي تساعد على 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 التوتر العصبي يعني يعني علاش لان هذا الامتصاص ديال الاملاح مانيزيوم فوسفور وحديد طبعا مع مع الكالسيوم هو كيحيد هشاشه العظام يعني كيزوج هشاشه العظام ثم الانيميا هي من الخضر اللي الناس اللي عندهم انيميا خصهم يتناولوها لانها تزيد في الامتصاص على مستوى القولون ثم المانيزيوم المانيزيوم مع الفوسفور وكيحد شويه من التوتر العصبي من التوتر يعني هذا مرتبط الانيميا وهشاشه العظام التوتر العصبي مرتبط لماذا؟ لان امتصاص الاملاح هو المشكل في على مستوى القولون كما قل ان الله سبحانه وتعالى كل خلق مستقل عن خلق اخر ولذلك يعني ليس هناك خلق يعني جميع الخبي ما في ذلك الانسان مثلا ملي كنلقاو احمد يعني كيبان لك يشبه محمد ويشبه عبد القادر ولكنه مستقل تماما ويشبهه هكذا لانه انسان ولكن مستقل وكنشوفوا على ان الجسم ديال الناس لا يشبه لكن اشخاص مثلا عندهم حساسيه للعسل اشخاص عندهم حساسيه للزيت الزيتون اشخاص يعني عندهم واحد يعني مغناطيس في الجسم ديالهم بحال دوك اللي كيقلبوا على الماء ولا اشياء هكذا يعني الاجسام لا تشبه بعضها البعض سبحان يعني الله الناس يعرفوا هذه القضيه يعني تقدر مثلا شوف تضر القطبيه والاخر لا نعم وهذا يجري على الادويه كذلك هناك دواء كيعالج واحد الشخص وما كيعالج شخص اخر يعني الجسم ديالهم ماشي بحال بحال الشركات اللي كيصنعوا الدواء لوكوريما ولكن ماشي بحال ماشي مصنوعين بآلة ماشي بحال بحال فهذا كما كنت ذكرت يا دكتور يعني خلال شهر رمضان ملي كنا على شاشة قناة محمد السادس ذكرتي لي واحد المسألة هو أن كاين الناس مصابين بداء السكري ودائما عايشين بداء 3 غرام وما عندهم مشكل ما عندهم مشكل وكاين اللي عايشين ب 0.6 وما عندهم مشكل عجيب. أنا شخصيا أنا أعرف حالات عايشين ب 0.6 وجاو المستشفى الجامعي السويسي بالرباط وبقاو عندهم ويعني حتى الاطباء حاروا ويعني الشخص باقي عنده 0.6 يعني فهني يعني الله سبحانه وتعالى عنده شؤون في الخلق ديالو يعني كاين اشياء هكذا لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى ولذلك خصنا نستحضروا الغيب خصنا نستحضروا هذا العامل في حياتنا نستحضروا عامل الغيب نستحضروا الله سبحانه وتعالى في هذه الاشياء فالقلقاس كنشوفوا على ان لو الله سبحانه وتعالى بغى يخلق نفس العناصر الغذائيه في كل الخضر والفواكه علاش غادي ينوع؟ علاش غادي يخلق الاف الانواع؟ طبعا ما ينوعش ولكن خلق هاد السكر الانيولين في البطاطا الحلوه والبطاطا القصبيه في البطاطا الحلوه معاه بروتينات مضاده للاكسده في البطاطا القصبيه معاه البوتاسيوم والمانغانيز معاه المانغانيز والبوتاسيوم ومعاه فيتوستيرولات يعني معاه بعض المكونات الاخرى الله اعلم بخلقه هو الذي يعلم فما علينا احنا الا ان نتبع هذا الناموس الكوني وخلقه للانسان طبعا وخلقه للانسان ليتمتع به يعني لان ملي هبط سيدنا ادم للارض يعني قلنا اهبطوا منها جميعا فيعني نهبطهم يعني حتى الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلاش الله سبحانه وتعالى يقول لكم فيها
للأرض وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا يعني لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. مستقر ومتاع، نستقر في الأرض، ليس هناك حياة في كوكب آخر. ولو أن بعض الإعلام وبعض يقولوا بأن كاين ماء في مارس وفي المريخ وجدوا فيها، ليس هناك حياة إلا على الأرض، باش ما نبقاوش نصدقوا أي شيء، لأن القرآن يقول هكذا، الحقيقة المطلقة ديال الله سبحانه وتعالى، ليس هناك حياة إلا على الأرض، ولذلك أن لكم فيها مستقر يعني القصر على الأرض وعلى الإنسان، لكم فيها مستقر ومتاع إلى حين، متاع على الله سبحانه وتعالى يقول متاع أنه سيمتعنا في هذه الأرض، نعم، كاين أشياء نتمتع بها يكفي أن نشكر الله، أن نعبد وأن نتبع الناموس الكوني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى الإنسان. هناك من الأشخاص، من شخصيا سألت، هناك من لم يسبق له أن ضاق هذه البطاطا القصبية في حياته. هذا خطأ، هذا خطأ، هذا خطأ. هنا أنا أشخاص أعرفهم يعني أعمارهم 30 سنة، هناك أشخاص من لم يسبق له أن تذوق أن أكل هذا النبات. واش لا واش ما كتعجبهمش ولا أنهم ما عندهمش رغبة؟ إلى مشينا لفرنسا وسولنا الناس واش عمرك ما كلتي مثلا سانوج، ربما تلقى فرنساوي ما عمرو كل سانوج هكذا ما كيبغيوش، ما عندهمش، ما كاع في القاموس الغذائي ديالهم. ولكن عندنا في المغرب سولتي الناس غادي يقول لك نعم، فايت مني كلت حب رشاد، فايت مني كلت الحلبه، فايت مني كلت، نعم الله سبحانه وتعالى بغاك تنوع، بغاك تاكل كل شيء، داكشي اللي خلق الله. ان الذي لا ياكل القطاني تغذيته ناقصه، ان الذي لا ياكل واحد الخضره خرجت في الوقت ديالها في الفصل ديالها تغذيته ناقصه. لا بغاك تاخذ الانيولين والماغنيزيوم والفيتامين سي والفايتوستيرون اللي كاينين في الطاقه القصبيه في هذا الفصل هذا، لانه يعلم انك اكلت اللحم سمين في فصل الصيف وان يجب ان تغسل جسمك. عجيب. فهذا هو الناموس الكوني الذي يجب ان نتبعه وان نتبعه، لان يكفي يكفي ان نتبع ما خلق الله، ان نتبع الناموس الكوني فقط. وان نجتهد وان نجتهد وان نعمل، يعني نجتهد في الزراعه ونجتهد في الحقول ونعتني بها ونعطيو سماد عضوي، هذاك الغبار ديال الحيوانات، يعني ونحيدوا دوك النباتات المضره، ونشوفوا مثلا بذور جيده، وهذه نعم الفلاحه كانوا كيعزلوا الذره، كيتخيروا في ديك الذره الغليظه، كيخليو الكباله هكا كصينه مزقور، وكيخليو ديك اللي عندها الحبه الغليظه باش يزورقوا باش يغرسوها، كانوا كيتخيروا في القمح مزيان، الا كان عنده القمح ديالو ماشي هو هذاك ما تامرش مزيان، كيمشي للسوق كيشري قمح تامر مزيان وجيد للزريعه. فهذا الشيء ما بقاش الان، ما بقاش الفلاح يعني الانسان ما بقاش كيعمل واحد المجهود كبير كما كان كيعمل. انا بالعكس، انا الفلاح ديال السبعينات كان عندي انا بالستينات والسبعينات احسن بكثير من الفلاح ديال دابا. الفلاح ولا كيحرد دابا في نهار وكيحصد في نهار، نعم لما لا، عندنا الالات سخر من الله، نعم اما الفلاح في الستينات كان تيحرد في ثلاث شهور وكيحصد في ثلاث شهور، ماشي سهله، ويدرس يحصد ويدرس. فنعم ها هو كنشوف بان الالات، ولكن هذيك الالات خلات الانسان عاوتاني يرجع كسول جدا فيما يخص العمل. والله ما ينقص هذا البلد يكون عندنا اكتفاء ذاتي، وعندنا من احسن المنتوجات، وعندنا اجمل شيء في المغرب. ما ينقصه العمل، ماشي حتى التمويل. كاين الناس يقول لك انا ما عنديش فلوس، ماشي التمويل. والله انا اعزي المشاكل الان في المغرب ديال الانتاج للعمل، يعني العمل، العمل وطرفه، يعني العمل هو اللي خاص لهذه البلاد هذه. كيف يعقل على ان مثلا الارض الان ما محروتهاش كلها، ما محروتهاش كلها الارض المغرب، ما محروتهاش كلها. كيف يعقل ان المناطق اللي فيها الخضر واللي فيها لحم الان الارض الان ما مزروعاش كلها؟ عجيب. لا في تنسيفت ولا يلا في سوس ماسة شي شويه الناس، علاش؟ لان طبعا كاين واحد الانتاج تما مفرد شويه، كاين في الغرب نعم، ولكن كاين مناطق فيها ماء وفيها فرشه مائيه جيده وفيها ماء جيد عدب، ومع ذلك ما كاينش خضر، ما كاينش انتاج، ما كاينش العمل، خاص العمل، خاص العمل. والله سبحانه وتعالى يحث عليه العمل، والذي يعمل ما لا يصاب بامراض بعدا، الذي يعمل لا يصاب بامراض. احنا كنشوفوا حتى النساء مثلا الحركه راه فيها بركه، دابا النساء في البديه ما كيمرضوش، علاش؟ لانهم كيتحركوا، لانهم كيعملوا، عندهم في المدينه العيالات جالسات، ولا حتى في العمل عندهم السيارات، عندهم مثلا يعني ما كاينش حركه في الدار، هذا فعندهم مشكل. النساء الان عندهم مشكل ديال الرحم، عندهم مشكل ديال الامعاء، عندهم مشكل ديال الهرمونات، عندهم مشكل ديال هشاشه العظام، عندهم مشكل ديال الانيميا، عندهم مشكل ديال التوتر العصبي، عندهم تساقط الشعر، عندهم مرض ديال هذا. اما النساء كلها من عدم الحركه فعلا، كيتحركوا. ان الانسان خلق الله يسعى، خلق الانسان يسعى يتحرك يعني. اذا لو سمحتي دكتور ايمان، تشير لي بانه هناك مكالمة على الخط. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
هذه أم يحيى من مدينة الرباط. أهلا أم يحيى، تفضلي. ربي يخليك الأستاذة لطيفة. يعني كنشكرك بزاف على هذا البرنامج القيم وعلى المعلومات الحمد لله اللي كتطعموا بها يعني الحصص ديالكم كلها. شكرا لله والدكتور طبعا. وكنشكر مخرجة البرنامج، وفي أول قائمة كنشكر السي سعيد على هذا العمل الجبار وعلى هذا العلم الغزير ديالو اللي كينفع يعني المغاربة، يعني لدرجة أن الناس كلهم كيبغوا يتصلوا به شخصيا للاستفادة. والله يجزيه على كل واحد وعلى كل من سمع. يعني مرحبا بارك الله. مرحبا وشكرا لك يعني أم يحيى. العفو حبيبة. لا شك أن الدكتور يعني حدثنا على مكونات البطاطا القصبية. ويعني الفوائد ديالها للصحه ديال الانسان. يعني كنطلب من الدكتور يعني الطريقه المثلى والفضله يعني اللي طهي هاد البطاطا، خصوصا ان الناس كتشكى من الغازات اللي كتسببها. يعني واش نديروها يعني مثلا طاجين مع اللحم، واش البكري او لا يعني دجاج او لا هذا او لا او لا، ولا كنديروها بوحديتها؟ وكنعرفوا بان يعني الطبخ المغربي يعني كيتميز بكثره التوابل. فعلا يعني واش هذا كيضر بالصحه او لا كيزيد المشكل الغازات اللي كيعانيو بها المستمع اللي تصلوا؟ اذا شكرا ام يحيى. علين كيف ما كان الحال، فنعم الناس كيبغيو يتصلوا بيا شخصيا، ولكن نظرا الظروف ديالك طبعا كنحاولوا ما امكن وكثره انشغالاتك، يعني كنتمنى للمستمعين ياخذوا بعين الاعتبار هذا. نعم ويعذرونا. نعم. نلتمس العذر من كل المستمعين. وشكرا يعني نحن نحب هذا البلد ونحب كل يعني ابناء هذا الوطن وبنات هذا الوطن. وبدون مبالغه وبدون مجامله. نعم. يعني لماذا؟ لان لا خير في من لا يحب على الاقل بني جلدته. نعم. ممكنش احنا نعيشوا في هذا البلد هذه ويكره بعضنا بعضا. لا دكتور انتم الحمد لله ديننا يعني ما يسمحش لنا بالكراهيه. نعم طبعا. ديننا كيلزم علينا وكيحتم علينا تعايش والتعارف وحب الآخر. وتحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأكثر تحب لأخيك أكثر مما تحب لنفسك. أكيد فهذه هي الأشياء التي يجب أن نعيش بها في هذا البلد. أما راه كل شيء عايش كيف ما كان الحال. لكي يأكل كما كنقولوا عندنا مثل أمي، لكي يأكل لوز ولا لكي يأكل الفول راه عايشين كيف ما كان الحال. غير الناس ارتاحوا شوية ريحوا أعصابهم وما يبقاوش يعني هي الدنيا معقدة ويزيدوا يعقدوها فقط. ما نقدرش يعني نستجيب للناس كلهم مع الأسف الشديد. ولو ان كان يرسلوك من خلال بعض الرسائل القصيره في الهاتف سلبيه جدا. وانا ما غضبانش على هاد الناس. وانا اسامحهم واحلهم لوجه الله سبحانه وتعالى. كاينين يعني اللي كيكون عندهم شويه ديال لان الشخص ملي كيتصل بك ما كيعرفكش بعدا فين، ما كيعرفكش مع من، ما كيعرفكش شنو كتعمل، واش سايق السياره، واش في المكتب، واش كتتوضا الصلاه، واش في المسجد، واش ما تيعرفكش فين، ما كيلتمش لك العذر. وهذا الشخص اللي ما كيلتمش العذر لا خير فيه. أكيد. وليس من الدين وليس من عقيدتنا. يعني اما ما كتجاوبش ملي ما كيجاوبكش الشخص ولا كيقطع عليك راه ما ساليش. أكيد. هو كيفهمها انه ما بغيتيش تجاوبه. لا ولكن احنا نحن لا نرى الاسود. لا دكتور هما انا دائما اعيد واكرر انهم يمكن للمستمعين او الجمهور او المواطن المغربي يعني يتراسل معك او يتواصل ماشي معك. ممكن عبر الانترنت. نعم. عبر يعني البريد الالكتروني للبرنامج. البرنامج ولا البريد الالكتروني الشخصي. الشخصي. كتبوا غير الدكتور الفايد في جوجل غادي يخرج لي من الموقع راه كاين فيه. نعم. يعني ما عنديش عياده باش الناس نزيدوا ناكدوا لي ما بخير. دائما كيسولوني يا دكتور كيقولوا لي العياده، كنقول لهم راه هو استاذ باحث. وليس لي محل تجاري وليس لدي معشبه وليس لدي عياده وليس لدي اي شيء، عندي داري اللي كاريها ساكن فيها. وانت استاذ باحث يعني بمعهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره بالرباط. وكاينين الناس جاوا عندي للمعهد والمعهد راه مرحبا. المعهد راه جامعه ماشي مستشفى باش الناس يفهموا شويه. كاين ناس جايين عندي للمعهد كيسولوا عليا وهذاك الحارس ديال الباب يعني كاين اللي تخاصموا معاه وهذاك الشيء ما هذا لا هذا ليس معقول. انا كان مسجد الحسن معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره معهد ديال البحث وديال الدراسه وليس ما لا يستقبل الاشخاص المرضى باش الناس يفهموا. كاين اللي يسمع معها تيتحاب ليه واش المستشفى ولا شيء. من الاحسن يتواصلوا عبر البريد الالكتروني. يعني الناس يعني لا يعني خاصه المسائل نوضحوها. غير وضحتي هذه غير بين هلالين. الناس يعرفوا حيت الناس ما فاهمينش وما عارفينش الامور. نعم اذا نرجعوا ولن اكون عشاب ولن اكون لن استقبل في حياتي. انا باغي نعطي معلومات للناس معلومات اكاديميه البحث العلمي ديالي بغيت نزكيه بالاعلام باش هذيك النتائج اللي خدمنا عليها 35 سنه وحرقنا يدينا
في المختبر بالمحاليل وبالمسائل بغينا هذيك المنتوج يسمعوه المواطنين ويستافدوا لنا جميع الباحثين في البلدان كلها يعني كيديروا البحث لبلادهم. نعم انا ما بغيتش ندير بحث في بلدان اخرى وطلبوا مني باش نبقى، ولكن بغيت ندير بحث علمي للمغرب البلادي ويسمعوه هاد الناس هادو عبر الاعلام. بلادي هي الوطن العربي كله، هي سميتو حنا كنتكلموا حنا في المغرب، وكاين عندنا اشقاء في الجزائر وفي تونس كيستمعوا لينا، كاين في بزاف الجاليه ديالنا اللي كتستمع لينا في الخارج، كاين اشياء هكذا. ويعني كيف ما كان الحال نحن حتى يعني النصائح ياخذوها حتى غير المغاربه، كاين المغاربه متزوجين دابا باجنبيه وداك الشيء، وكيتصنتوا البرنامج كيحاولوا يترجموا لهم الا كانوا ما يعرفوش العربيه، وان كيلقاو الحمد لله ان هادشي استافدوا منه حتى غير المغاربه يعني. ان شاء الله نعود السيده ام يحيى. يعني انا اتحرج واحد الحلقه كنت شويه تقلقت، اتحرج من المشكل ديال الطبخ. انا ما باغيش البرنامج يهبط للطبخ، برنامج اكاديمي مستوى علمي، الناس يستافدوا ياخذوا معلومات وهم احرار في الطبخ. لا النساء ملي كيسولوني على الطبخ انا يعني كنستغرب. لا ولكن كيف يعقل على المراه المغربيه ولات كتسول على الطبخ؟ المراه المغربيه هي بارعه، هي فعلا خبيره، ولكن الدكتور هنا مساله الخصبيه كيطيبوها على شكل خضره اللي قلتي لنا ما نجمعوهاش مع اللحم ولا مع لا، اللي باغي يشرب البطاطا القصبيه وعنده هاد الاعراض ديال الكوليسترول والقلب وارتفاع الضغط يبعد هادو ممنوع عليهم اللحم اصلا، تكلمنا عليهم هادو اللحم اصلا ممنوع عليهم. اذا هو الانسان اللي باغي يستافد منها عادي وباغي يستافد منها فهي خضره جيده، خضر بها اللحم، خضر بها بحال القرعيات بحال القرع السلاويه بحال نديرها مع اللحم يديرها معها بحال الخيزو بحال حاجه هذه كيخضروا بها عادي جدا. والا خضروا بها يديروا معها البصله، يكثروا معها البصله، يديروا بطاطا القصبيه والبصله. وكاين اللي الان كيجمعهم لانهم الله سبحانه وتعالى خلقهم في هذا الوقت يتجمعوا بطاطا الحلوه وبطاطا القصبيه في نفس الطاجين في نفس الطبيخ، لما لا؟ واللي بغى يعمل احسن هو في المساء مع الخمسه ولا سته العشيه يحضروا النساء شوربه يطيبوها، يطيبوا البطاطا الحلوه وبطاطا القصبيه، يزيدوا مع البصله، يزيدوا مع توابل بحال الكركم، ويطحنوهم في الماء ديالهم، يطحنوا في الماء ديالهم، غادي يكون غادي يشوفوا راه غادي ملي غياخذوها غادي يعرقوا، غادي يحسوا بواحد العرق عجيب هذه، وغادي يشوفوا ان الجسم ديالهم علاش من العرق؟ لان المعنى العرق ان الجسم يرمي هذيك السموم، كاين سموم كتخرج مع العرق. وغادي يشوفوا بان يعني ملي غادي يستهلكوها واحد الاسبوع واسبوعين غادي يشوفوا حتى البشره ديالهم غادي تبدل، حتى البشره علاش؟ لان كتعمل واحد الكلينز ديتوكس كتغسل الجسم، وهذا هذا الكلينز يعني كتغسل الجسم من مواد السامه، والمواد السامه هي كتغلق هذيك الثقب الصغيره ديال الجلد اللي كيتنفس منها، اللي كيخرج منها هذيك الاشياء اللي مخصوص الاملاح. هنا كيلاحظوا الناس ملي كيعرقوا كيدوزوا يديهم على وجههم كيلقاوها ملسه. علاش؟ لماذا ملس؟ لان هذوك الايونات ديال البوتاسيوم صوديوم هذيك الاشياء اللي كتخرج برا هي اللي بحال صابون يعني كتملس الجلد، فهذا دليل على ان الجسم يرمي املاح، وما خصش العرق يبقى بزاف على الوجه لان كيحرق هذيك الاملاح، ربما خاصهم يغسلوا بالماء دافي، ماء دافي يغسلوا بالماء دافي. وحتى النساء اللي في العمل يبقاو يغسلوا وجههم في العمل، لان كاين اللي كدير واحد الكريم ما كتبغيش تغسل، وهذا خطا. الا كانوا يغسلوا غير وجههم بالماء دافي خمس مرات وسبع مرات في اليوم ما محتاجينش الكريمات ابدا، لا يمكن لان غير يزولوا ديك هناك واقي للشمس هادشي اللي كيستعمل. لا ليس واقي للشمس، لا ليس واقي للشمس، غير النساء ما كيبغيوش يعني كيكونوا عندهم اثار ديال الحريق ولا حاجه كيبغيو يغطيوها، ولكن ما ماشي مشكل عليه، ليس هناك مشكل، ما خصهمش غير عندهم واحد العقده ديال الوجه للنساء فقط، خصهم غير يتفاداوها، ما نظنش يكون عندهم مشكل. ومن الاشياء هذه من الاشياء التي من المواد الغذائيه التي تزين البشره والتي تنقص من الوزن، تنقص من الوزن وحتى شكل الجسم هي بطاطا القصبيه وبطاطا الحلوه. اذا يعني ولكن النساء ما بحال دابا نقدروا ناكلوها كل نهار، تاكلها كل نهار ومرتين في النهار، ونقدروا نخزنوها كما قلتي في المجمد، تخزن في المجمد، تغسل مزيان وتقطع طريفات صغار ودار تلف واحد الورق ولا ثوب ودار في كيس بلاستيكي ودار في المجمد. دائما كتنصح الدكتور نديروا الحاجه في الثوب وعندي نعم باش ما دارش مباشره على البلاستيك، لان واخا كيكون هذاك يعني البلاستيك تيقول لك راه هو غذائي. لا ليس هناك بلاستيك غير مضر،
ما عندناش احنا ما عندناش في البحث العلمي ما عندناش بلاستيك غير مضر كل شيء مضر وليس هناك سيجاره جميله وسيجاره خبيثه يعني وليس هناك خمر قليل وخمر يعني كل الاشياء خبيثه يعني ما عندناش يعني وعلى هذه المسائل هذه ديال البلاستيك ليس هناك بلاستيك يعني غير مضر ما كاينش واخا دكتور اليمونتير المعنى بان الماده اللي مصنوعه منها انها لا تعطي واحد الكثره ديال الديوكسينات اما جميع البلاستيك غادي يكون البيسفينول دكتور اذا سمحتي الديوكسينات والفطالات هذوما ناخذوا منك وعد اننا نديروا واحد الحلقه لتصحيح المفاهيم بحال مثلا كيف على هذا البلاستيك اللي ماشي انه مضر دائما واخا يكون مثلا غذائي لا طريقه التعامل مع البلاستيك هذا اللي ما كان من بالعكس ما لا يمكن ان نستغني عن البلاستيك طريق ما لا نستغني عنه ولكن طريقه التعامل مع البلاستيك كيفاش نتعامل معه الاكل ما خصوش يكون مباشرة مع البلاستيك وما خاصش يكون اكل سخون وما خاصش يكون اكل بارد لان هذوك يعني حتى يعني هذيك الكيس البلاستيك ولا هذيك الاناء ديال البلاستيك اللي غادي يسدوه يعملوه في الخضره ولا فواكه يعملوه في المجمد في الثلج يعني البلاستيك كيعطي الديوكسينات يعني الديوكسينات انا كثار الديوكسينات لائحه كثيره يعني الديوكسينات يعني كيعطي الديوكسينات بسرعه ديال 5 أضعاف ما يعطيها على حراره عاديه ملي كيدار في البروده كيعطي الديوكسينات اكثر من الحراره العاليه واكثر من الحراره العاليه العاليه يعني 45 و 65 هذه ولذلك ما خصش الاكل يكون متصل بالبلاستيك مباشره يعني يلفوه في واحد الورق كرافت بحال ديك الشكاره ديال التمر يلفوا فيها الاكل عادي يعملوه في كيس بلاستيك ولا في ديك العلبه عادي يعملوه في المجمد ونتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون هذه اخر مره نوري لا دكتور انا قلت لك واعد المستمعين اننا نديروا حلقه لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئه مثلا في تخزين الاكل مثلا النظام الغذائي لان حتى النساء ملي كيبغيو ينصحوا يعني صحاباتهم ولا اخواتاتهم ولا شيء تتقول لا سمعت ولكن ما تقولش شكون خصهم يبقاو يقولوا الاسم وما خصهمش يعملوني مع اللائحه ديال واحد السيد تا هو تا هو ما تنبغيهاش كاين فايد وكاين الباقي نحن نتكلم بعلم ويعني كتاب الله سبحانه وتعالى كيخلينا لا يمكن ان نضل الناس ولا نكذب على الناس وليست لنا جزاكم الله خير جزاء فايد وكاين الاشياء الاخرى يعني والى حد الان كنسمع يعني اكثر من 10 نصائح خاطئه في اليوم في المغرب كتبقى فيك الحاله دكتور يعني كثير على الناس ولاش لانه يعني ربما غادي يشتبه المغاربه هذا وانا اقول اذا سمعتم نصيحه من الدكتور فايد فاذا شكيتم فيها فانا احاسبكم امام الله لان علاش لان الا سمعتي نصيحه بان السيد هذا قال فقط صافي حبس يعني ربما واحد الشخص يقول عكس ديالي ولا اشياء ولا اخرى انا اتكلم بعلم واتكلم بتقوى الله كنظن هاد العاملان هذوك يخليو الناس يرتاحوا يعني العلم كنعطيهم العلم البحث العلمي فين وصل اخر ما توصل اليه البحث العلمي ومن جهه تقوى الله سبحانه وتعالى فهذه الاذاعه لا تحتمل يعني اي شيء نحن نتكلم مع الناس بقلوبنا وليس بافواهنا ويرتاحوا الناس غير يرتاحوا راه ما عندناش اخطاء نعم راه ما غنكذبوش عليهم ماشي يعني كاين اللي كيشك تيقول لك ولا انت قلتي انه كا واحد السيد قال لك هذا هو المشكل هذا لا اسمح به هذا لا اسمح به لان ما يعملنيش في نفس الدرجه ديال يعني لا مجال للمقارنة فهذا لا ما يقارنوناش مع الناس اللي ما عندهمش تخصص ما يقارنوناش كاين الان المسائل اللي تكلمنا على هذيك المره ان النساء في المغرب كيحبوا الكعبه وكيحبوا الارض ديال الوحي وكيحبوا يعني مكه طبعا وكيحبوا المدينه لان في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالعكس هذه نعمه من الله وهذه بان يجب ان نفتخر به ولكن كاع الاشياء اللي جايه منتم كياخذوها بحال راه نازله من الوحي فما عدا القران والسنه كل ما يسمعوناه خصهم يسدوا ودنهم بالقطن يكون احسن كنظن يكون احسن يعني. اذا جزاكم الله خيرا دكتور على كل ما تقدمه لنا وناخذوا اخر مكالمه تقول لي ايمان في هذا اللقاء ياك اذا الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله الاسم الكريم سعيد العرباوي سعيد العرباوي من اي مدينه استاذ من اقليم صفات بالضبط من بني مسكين بني مسكين اهلا مرحبا تفضل شكرا استاذ كنشكر هذا الاستاذ بزاف الصراحه اللي كيعطينا معلومات اللي هو بحال الاستاذ ديالنا وحنا التلاميذ ديالو بارك الله فيكم بارك الله فيكم تفضل كيعطينا معلومات مزيان وهو كذلك تفضل اسيدي استاذ بغينا نسولوا على هاد الاشياء هاد القطبيه الحمد لله المغاربه كيتفنوا في اي حاجه جميع مثلا الخضار هذه ولكن الطبقه القطبيه بحال ما كنعرفوهاش بزاف ما كيطيبوش عندنا بزاف صراحه نعم ما كيتفنوش بها بزاف وما كنعرفوهاش اصلا ما كياكلوهاش نعم جيد بارك الله فيكم جزاك الله خير شكرا خير.
جزاك الله خيرا. يعني هذه المناطق بحكم ان يعني غير باش هذه تدخل في المواطنه كاين نحب اكثر هذا الوطن نحبه يكلف يولي في قلوبنا وفي عيوننا. منطقه بني مسكين هي منطقه جات في الجنوب، هي يعني الشاويه الجنوبيه، الجنوب الشاويه الجنوبيه هذه. نعم. وهي منطقه كبيره لان 60 كيلومتر تقريبا من بروج حتى الستاتو، كاين فيها قيسر وكاين فيها القراقره، واحد المنطقه هي المنطقه الاصليه ديال السردي. السردي نعم. السردي، ولكن السردي ماشي الدمان، ماشي السردي اللي عنده عينيك حليم. السردي اللي وجهه كله ابيض واللي عنده غير شويه صوف، عنده واحد شويه ديال الصوف فوق ظهره، ما عندوش صوف السردي ديال الصح. وهذا يعني هذه المنطقه ديال القراقره هي اللي متاصل، هي الاصل، هي اللي بغى ياصل الاغنام. عندنا من الشاويه كانوا كيمشيو يجيبوا الحولي الغنم، ولا كيمشيو يشريوا من تم، هذا باش طلع عندهم السردي الاصلي. يعني لان كل منطقه عندها امتياز في المغرب، وغنحاولوا ما امكن نعرفوا بها بالمناسبه. علاش هذه دابا عندهم غير السردي يعني وما عندهمش البطاطا القصبيه؟ كاين خروف بنيقيل ديال تندراله ديال وجده اللي كياكل الشيح، كاين حولي بالجعد اللي هو حولي بالجعد، هو اسمى حولي في العالم، ماشي غير يعني هو الاول في العالم حولي بالجعد. هذا عندنا اشياء في المغرب اللي خصنا نعلموها لاولادنا لان كتحببهم هذا الوطن وكتحببهم بلادهم. هذه المنطقه هي منطقه زراعيه ولكن كيديروا عندهم زراعات كثيره، وهي المنطقه هذه هي اللي عندها الحبوب، لكن السانوج، الحلباح، برشاد، مس الشعير، المسائل اللي كتكون في هذه، وعندهم المراعي، يعني عندهم الغنم كان في هذه. نعم، هذا الاخ جزاه الله خيرا. المناطق في الشاويه الجنوبيه كلها ماشي غير في بني مسكين، يعني حتى ولاد بوزيري، حتى عند مشرى بن عبود، ونطلعوا الفوق من جهه ولاد سعيد، حتى المزامزه، داك الشيء ما كاينش استهلاك كثير ديال البطاطا القصبيه فعلا. يعني الفلاحه ما كيجيبوهاش من السوق، كيشريوهاش. ومن قبل كان استهلاك ديال هذه الاشياء لانهم كانوا كيديروها، كانوا كيستهلكوها بكثره، واذا بالانتقال او التحول ديال الاستهلاك ولاو الناس كياكلوا الان الخضار اللي اكثر استهلاك اللي هي البطاطا الروميه والمطيشه والبصله. كيجيبوا خيزو لان الكسكسو، يبقى خيزو اللفت شويه ديال اللفت، هي شويه لفت شويه يمشي. باقيين كيستهلكوا بكثره القرعه الحرشه ديال شهر ربعه، القرعه البلديه الحرشه ديال البحيره. هذه عندهم بكثره. البصله والقرعه الحرشه كيستهلكوها بكثره، يعني ما ما ما, ما يمكنش ما يطيبوهاش كل يوم اللي كتكون في في, 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 في الوقت ديالها. وكاين الثوم، كانت من جهه بن حمد وحتى من جهه البروج كانوا كيديروا الثومه الحمراء، وكانت عندهم واحد البصله صغيره بيضاء، وكانت الثومه البيضاء، كانت ما بقاوش كيديروا الثومه الفلاحه مع الاسف الشديد، مع الاسف الشديد. حتى الدجاج البلدي قل في بني مسكين، الدجاج البلدي قل بزاف، قل الدجاج البلدي. لان الدجاج البلدي كان تنقي الارض من العقارب ومن الكراد هذاك ديال 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 الحيوانات ديال الغنام وسميتو عليه، كان تنقي. دابا الحيوانات عندهم عامرين حشرات، نعم كان تنقي الارض. لان الله سبحانه وتعالى خلقوا لي هذه المهمه هذه. الان بدا واحد عدم توازن بيئي وطبيعي في هذه المنطقه. وهي فعلا سؤال جزاه الله خيرا. نعم، الناس في الباديه ما تنبهناش لهذه القضيه هذه. الناس في الباديه هما عليهم سكان الدار البيضاء، هما اللي كيستهلكوا اكبر قائمه ديال الخضر. علاش؟ لان كل شيء الانتاج ديال المغرب يعني الاتجاه ديالو هو الدار البيضاء، يعني اللي كانوا كيقولوا مارشي كريو واحد الوقت، فالاتجاه ديالو الدار البيضاء، يعني الدار البيضاء اولا. علاش الدار البيضاء؟ علاش؟ بسيطه، سوق. لان بنادم كيشري، لان كان الدار البيضاء هي اللي فيها المعامل، وكان الناس شويه عندهم هذيك الساعه كيتخلصوا الفلوس وكيتقداو، ولان كثره السكان. طبعا يعني مدينه الدار البيضاء دابا راه يعني كتمثل واحد النسبه كبيره من من, من 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 سكان المغرب، سكان المملكه كلها. فهذا اللي كاين، بقات هذه العاده ديال حتى البيض، كان جمع البيض من الباديه وكيجيبوه للرحبه اللي حدا الحبوس، هذه رحبه البيض اللي معروفه حدا رحبه الزرع. كانوا النعناع والبيض والزرع كانوا كيجمعوه كيجمعوا البيض ويجيبوا، كان اكتفاء دامي البيض البلدي، ما بقاوش كيجمعوا البيض. يعني واش حنا غاديين كنتقدموا ولا كنرجعوا؟ ما تنترجعوا، كانوا كيجمعوا البيض، كيتساراو في الباديه كيجمعوا البيض، كانوا كيسموه البياض. كيجمعوا البيض وكيجيبوه للدار البيضاء، وكان اكتفاء ذاتي. والان الى جمعوا البيض كان اكتفاء ذاتي البيض البلدي. ولكن ما بقاوش هذوك اللي كيجمعوا البيض، وحتى الشباب ديالنا الان ما بقاش بغي هذيك الحرف، ما بقاش بغاها. فالان علاش ما يجمعوش الشباب، يجمعوا البيض ويجمعوا الدجاج البلدي ويجمعوا الحجل، يجمعوا المسائل من الباديه ويجيبوها في المدينه. وكاين دخل، كاين دخل. حتى الاعشاب في الشاويه كانوا كيحفروا الاعشاب وتيجيبوها للدار البيضاء يبيعوها. حتى الصيد كان اللي يشد شي تعلاب ولا اللي يشد شي حاجه كيجيبوها في الدار البيضاء. سبحان الله. يعني يعني الاتجاه هذا للدار البيضاء كسوق، يعني وك يعني ماشي غير سوق، لان المستهلك البيضاوي يعني عنده واحد الخاصيه، انه ملي كيبغي الحاجه خاصها تجي، وخا يخلصها غاليه بحال القرعه الحرشه،
كانت في السبعينات كانت توصل 10 دراهم. في السبعينات القرعه الحرشه القرعه البلديه في الوقت ديالها في السبعينات توصل 10 دراهم في الدار البيضاء كيشريوها. يعني هذا عشان لان المستهلك البيضاوي عنده واحد القوه في هذا الاختيار هذه الاشياء والحاجه يشريها في الوقت ديالها الا دخلت غير تبان له في السوق يشريها. ماشي هذه ميزه كاينه حتى في المدن الاخرى يعني بحال السوق ديال السلامة لو ديال الرباط هذه سوق الخضر ديال السلامة ديال الرباط كاينه في فاس في مكناس مكناس خلاص هي لا ريجيون هي اللي هي المنطقه اللي فيها السايس اللي فيها هاد الخضر وبطاطا القصبيه هي الخضره بامتياز ديال المنطقه ديال السايس لان الطقس ديالها والماء ديالها والتربه ديال هذيك المنطقه هي المنطقه ديال البطاطا القصبيه ولكن يمكن نزرعها في اي منطقه نعم ممكن نزرعوها ممكن نزرعوها في اي منطقه ولكن الا كانت عندنا قوه في واحد المنطقه ويكون عندنا انتاج كبير باش نديروا اكتفاء ذاتي لما لا لا حنا ولينا المملكه كنتعاملوا معها كلها كحقل مابقيناش نقولوا لا هذه هنا هذه دكوالا ولا عبده ولا الشاويه ولا لا اي منطقه عندنا فيها انتاج قوي خاص يكون انتاج تم خاص الفلاحه نقول لهم اذا كانت التربه ديالكم صالحه للبطاطا القصبيه نتجوا بطاطا القصبيه وهذه المنطقه كينتجوا القمح الا كان القمح كيجي عندهم مزيان يجي عندهم باقي عندنا بعض الانواع اللي شفتهم انا في المنطقه ديال بولمان وديال ميسور وطاد الحاج ومن جيت مرموشه كاين عندنا انواع مغربيه مازال 100% لم يدخل اي تغيير بحال ذاك القمح اللي كان عند القمح الجبري وبحال ذاك القمح اللي كان عنده واحد السبوله ديالو كحله سوداء هذه مازال كاين في هذه المناطق ما كاين عندنا الدجاج البلدي الناس كيقولوا كاين في المغرب ولكن احسن وسبحان الله منطقه يعني سخونه وقريبه الرشيدية وهي احسن انواع البيض البلدي والدجاج البلدي كاين في بومي كاين في بوميه كاين في بوميه المنطقه ديال المحضيت وديال هذا ملي كنكونوا غادي الميدلت هذيك المنطقه ديال النعجه البلديه وجهها احمر وعندنا الدجاج البلدي احسن بيض وهي منطقه جافه والدجاج البلدي صعيب باش يجي في هذه المنطقه هم سبحان الله مع يعيش يعني نعم يعيش وكل المناطق المغربيه هي ديال ذات انتاج نرجعوا لهذا الاكتفاء الذاتي علاش معنى الاكتفاء الذاتي ملي كيولي الفلاح هو فلاح وكيجيب السله ديالو للسوق يتقدى الخضر يعني هذا كيولي يعني شيء غريب جدا فعلى الاقل يرجع هذا الانتاج وترجع العائله نتمنوا ان هذا المستر الكريم المنبري مسكين يزرعوا كل ما اتصل شي واحد من المنطقه راه غادي نعرفوا هذيك المنطقه شنو هي داك الشيء باش نعرفوا بالجغرافيا ديال المغرب وباش نزيدوا نحبوا المغرب للاطفال ديالنا ويعرفوا هذه المسائل كثقافه وتكثر السياحه الداخليه نقرب شويه الجغرافيا ديال المغرب غير هكا بهذا الطريق وهذا برنامج عام وبرنامج الحمد لله اكاديمي نعم ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أنا أقولها دائما أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات أمير المؤمنين لأنه هو اللي تفضل يعني بهذه الإذاعة هذه ولذلك أقول أن يكون هذا المنبر منبر حق ومنبر باش إشعاع كذلك لأن كنعرفوا بأن الآن في الإخوان ديالنا كيتصلوا بنا في إيطاليا وفي فرنسا وفي كندا وهذاك الشيء يتصلوا بأن حتى الجالية العربية كتصنت الإذاعة اما عبر الانترنت لان يعني كاين داخل الراديو داخل الانترنت اما عبر الانترنت او كيكون في التلفزيون اللي عندهم مثلا هذا الدش ممكن يقبطوا نعم اذا شكرا لكم دكتور وكنتمنى من المستمعين الكرام انهم يكثروا من البطاطا القصبيه والمستمع الكريم اللي سالنا من البروج نتمنوا انهم يزرعوها يعني كما قلت يا دكتور راها نعم هي تبقى كتكثر الانتاج ما يتزربوش الناس وغادا تبقى حتى لشهر 11 البطاطا القصبيه يمكن انهم يجمدوها ولكن هي لا تتحيد تفسد دغيا يعني عندها انزيمات هي فيها انزيمات قويه بيروكسيداز والاوكسيداز فيها انزيمات قويه هي لا تتحمل ملي كتجينا من الحقل من الاحسن الناس ياخذوها طريه ما ياخذوهاش لاويه تكون لاويه مرخيه من الاحسن ياخذوها طريه علاش لان ملي كتلواها كاين المكونات كيمشيو منها كينقصوا فقط ومن الاحسن ياخذوها طريه جدا تكون باقي يلاه جديده يلاه الفلاحه جمعوها اذا شكرا لكم دكتور على كل هذه النصائح